كل سنة وانتم طيبين. عودة مباركة وأيام مباركة وسنة مباركة. حد يقول لي أمين؟ إن شاء الرب وعشنا. بكرة يكون موجود على السايت بتاع الكنيسة على الفيسبوك الأسبوع الرابع من برنامجنا لهذه السنة الجديدة. تحب الرب إلهك، ده الأسبوع الثاني اللي احنا ماشيين فيه على الشعار بتاعنا تحب الرب إلهك لهذه السنة، والأسبوعين دول كل قلبك نفسك قوتك. أصلي إن ربنا يلمس قلوبنا بنعمته واحنا ماشيين من يوم إلى يوم بنتابع هذا البرنامج والصلوات. هاللويا. خلينا نرجع مرة كمان نفتح كلمة ربنا مع بعض من سفر التثنية إصحاح السابع. سفر التثنية الإصحاح السابع حارة من عدد 6 لغاية عدد 11. بتقول كلمة الله: لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب، التصق يهوي بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة يهوي إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم يهوي بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية ومن يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن يهوه إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم، لا يمهل من يبغضه بوجهه يجازي. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. خليك حاطت علامة الكتاب عند هذا المقطع، هنرجع له بعد شوية. شعرنا هذه السنة المباركة، حد يقول لي مباركة؟ مباركة. شعرنا هو تحب يهوه إلهك، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك، تحب الرب إلهك. لو أنا واقف قدام الوصية النهاردة وبقول تحب الرب إلهك، عندي سؤال قبل ما أقول تحب الرب إلهك. السؤال هو يعني حب أساسا؟ حبه إزاي؟ حبه بأي شكل؟ الحب بالذات إحنا كعرب حياتنا مليانة حب، الحقيقة حب، كل حاجة حب، حب كله حب، أغاني مليانة بالحب، مشاعر مليانة بالحب. لكن أكيد عندنا مشكلة في موضوع الحب وفهمنا يعني إيه حب. الحب في مفهوم الناس أو مفهوم الغالبية، ده اللي تعلمناه، ده اللي كبرنا فيه، الحب هو بالذات لما نكون في سن المراهقة والشباب كده، الحب هو الجاذبية، إنك تنجذب ناحية حد. الحب ممكن يكون إنك بتشتهي شيء وعايزه وبتقول إن أنا بحبه. الحب ممكن يكون امتلاك حاجة، أنت بتحب علشان تمتلك حاجة. حتى الناس اللي بتحب، يعني ما بين زوج وزوجة، ما بين حد بيتكلم أو حد عايز يوصل لعلاقة ثابتة، عادة دايما العلاقة فيها مصلحة، الحب قائم على مصلحة. ليه بتحب دي؟ مريحاني، ده كويس بالنسبة لي، ده يعني أنا بحب الآخر لأجل شيء أنا شايفه كويس من وجهة نظري. الحب في حياتنا باختصار شديد حب مشوه وحب ناقص. علشان نعرف نحب الله يعني إيه بالحب اللي بيقول الرب بيطالبنا بيه تحب الرب إلهك، أنا محتاج أعرف حاجة اسمها منطق. منطق يعني التفكير السليم الحكيم في فهم الأشياء، ده تعريف كلمة منطق،
تفكير سليم حكيم في فهم الأشياء. مش كده محتاج إني أفهم يعني إيه حب. موضوعنا الليلة عن منطق الحب الإلهي، منطق الحب الإلهي. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان مشاكل، مليان مشاكل، ولا دورت على أغلب المشاكل صدقني على مهلة كده وراعي كل حاجة، هتلاقي أغلب مشاكلنا نبع من حب الذات، سوء استخدام السلطة، محاولة السيطرة على الآخر واللي حوالينا، مع شهوة موجودة في القلب، ولأجل الوصول إلى هذه الشهوة ممكن عندي فساد، وفي الفساد في ظلم، ممكن أدوس أي حد حواليا عشان أوصل للي أنا عايزه. أنا عايز أعرف النهاردة يعني إيه منطق الحب الإلهي اللي ربنا بيطالبني وبيقول لي ما أنتش تقدر تفهم هذا الحب أو تعرف يعني تحب في حياتك غير لما تعرف يعني إيه أنا بحب. أنا حدي لك المثال وأنا حدي لك النموذج اللي بيه لما طلبك وأقول لك تحب، تحبني وتحب قريبك كنفسك من نفس نوع الحب اللي أنا حبيتك بيه. رب يسوع بيقول لتلاميذه في يوحنا أصحاح 13 حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. كأن في مقياس، هذا المقياس هو النموذج للحب موجود في الطريقة اللي أنا حبيتكم بيها. لكن نفسي أقول لك على شيء تاني النهاردة وإحنا بنحكي على منطق الحب. ما هو منطق الحب؟ النهاردة هقول لك ثلاث حاجات من حاجات كتيرة، لكن ثلاث حاجات أساسية، وأنا بصلي لأجل روح الإعلان يفتح عينينا، يفتح قلوبنا، نفهم إيه اللي الرب عايز يعلنه لينا علشان نفهم يعني إيه حب. الحب نمرة واحد أو منطق الحب، الحب هو الله نفسه. الحب هو الله نفسه. افتح معايا يوحنا الأولى أصحاح 4. يوحنا الأولى 4 وعدد 7 تقول كلمة الله: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. كويس، هنا ذكر المحبة أنها صفة جاية من الله. وبعدين كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. اللي بيحب يعرف مين هو الله وتولد من الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. هنا مش المحبة جاية من الله، لأن الله هو الحب. الله محبة، بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. اللي أنا عايز أقوله لك، الإعلام بتاع الله أنه هو الحب، وهو الحب قبل الوجود ما يجي، قبل ما أي حاجة في الدنيا يكون فيها كراهية ويكون فيها عداوة. احنا عادة بنعرف الأشياء بعكسها، أبيض اسم حب كر. فهمنا عشان نستوعب حاجة نعرفها بعكسها، الله حب قبل ما أي حاجة تاني تكون موجودة. الله قدوس قبل ما أي خطية وقبل نجاسة تكون موجودة. ده اللي محتاج أن أنا أستوعبه، أن أنا أفهمه عشان أعرف يعني إيه شخصية الله. قبل ما يكون الحب فعل، الحب هو الله. تاني قبل ما يكون الحب فعل أنت بتقوم بيه، الحب هو ينبوع متدفق من اتجاهات محبة. هنعرف أكتر وأكتر وإحنا ماشيين في كلمة الله. يوحنا 4:16 تقول كلمة الله: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت فالله والله فيه. نقصك حب، نقصك حب لأنه نقصك يس أيوة الله بس
بس عايزين نفلسفها، عايزين نكبرها، عايزين نعقدها. هي كده بالبساطة دي، هي بالبساطة دي. أنت نقصك حب، نقصك حضوره، نقصك وجوده، نقصك إعلانه عن نفسه هو مين بالنسبة لك. المحبة بتساوي الله نفسه، ومن هنا بيجي تدفق الحياة. لأن الله الآب هو مصدر كل شيء في الوجود. أفسس 3:15 تقول كلمة الله: منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. عشان كده لما الله يطلع منه حاجة أو شخص، يطلع حاجة من نوعه. يعني إيه؟ يطلع حاجة من ذاته، يطلع حاجة زيه بالظبط. وفي يوم من الأيام لو هيطلع شيء، اسمع معايا، لو حاجة بقى الفعل الحب، فعل الحب كويس. نرجع للبداية، الله بيحب نفسه جدا. الله ماله؟ احنا عندنا حب الذات وحب النفس حاجة سلبية، يعني أنانية، يعني حد عنده كده بيسموها ايه، مش عارف، الإيجو بتاعه عالي، حد مسنطر جوه نفسه. الله بيحب نفسه أن كل ما يصنعه، كل ما يوجد فيه، لأنه خير، يراه حسن جدا. الله ما عندوش لا عقد ولا مشاكل مع نفسه، ما عندوش. النبع اللي فايض منه فايض بالخير، فايض بالحب، فايض بالإيجابية. عشان كده لأنه فعل الحب يحتاج حد غيري علشان أحبه ويحبني ويبادلني هذا الحب، الحب يفترض على الدوام وجود أكتر من واحد. حتى لما أحب نفسي، أنا بحب نفسي في حب خارج من إرادتي إلى نفسي وقبولها. الله علشان يحب، كلمة الله تقول هذه الكلمات في كولوسي 1:13: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت. ملكوت مين؟ المحبة ولدت، المحبة خرجت، المحبة طلعت محبوب يتحب. هذا المحبوب المنحب مساوي للآب في الجوهر، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، ده الأخ لنفسه، لكن لأنه ابن محبته، خارج من هذه المحبة، ده الإعلان الكامل عن محبة الله. المسيح هو زي ما بتقول كلمة الله في كولوسي صورة الله غير المنظور، إعلان الآب عن شخصه، عن الحب اللي خارج منه، وعايزنا إن إحنا نعيش بهذا الحب. أرجع مرة تاني ليوحنا الأولى 4:8 تقول كلمة الله: من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم. قل لي الثلاث كلمات دول الله يخليك، حط تحتيهم خط، علمهم بلون، اعمل اي حاجة تاني. ليه؟ عايز تعيش بالحب؟ تعرف مين يعرفك الحب؟ وتعرف مين يعرف يحب من خلالك الآب اللي هو مصدر كل حب؟ رب يسوع بيقول في يوحنا 17 وهو بيصلي صلاته للآب، ربنا يفتح عينيا وعينيك عشان نبقى فاهمين كلامه وهو بيتكلم، يقدر يلمس قلوبنا وحياتنا في الأعماق. تقول كلمة الله يوحنا 17:23، عدد 22: أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. الحب يخلي المحب والمحبوب واحد، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني أحببتهم بنفس المقدار وبنفس الطريقة اللي أنت حبتني بيها. دي محتاجة مننا الظهر. ليه؟ لأن محبة المسيح الفائقة المعرفة. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك
أحببتني إمتى؟ قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك. كونك أنك أنت الحب، هنا الكلام، هنا محور الكلام. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك. أنا اختبرت، عشت، عرفت، لأني كنت واحد معك، عرفت يعني إيه حبك. هؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، عرفتهم اسمك أو عرفتهم شخصك، وسأعرفهم السبب ليكون فيهم الحب اللي أنت حبيتني بيه من قبل إنشاء العالم، وأكون أنا فيهم. حيبدلوك حب من خلالي أنا. أرسل الله ابنه إلى العالم لكي نحيا به. عندي نقصان في الحب مع مراتي، مع أولادي، مع اللي حواليا. عندي عدم فهم من حاجات كتيرة بسبب هذا الشيء الفارغ الفاضي جوايا. كل ما بيمتلكني يسوع المسيح، كل ما بديله مساحة أكتر في حياتي، كل ما بعيش معاه في علاقة شخصية حية، كل ما بقترب من نبع هذا الحب، كل ما المسيح فيا بيعلمني يعني إيه أبادل الآب حب بنفس المحبة اللي الآب أحب بيها الإبن، ساعتها أقدر أعيش حياة مختلفة. صلاة الرسول بولس إلى أهل أفسس اللي نبع من فهم إعلان شخص المسيح عن شخص الأب. أفسس 3، خليك معاك، أفسس أصحاح 3، بيقول الرسول بولس وهو بيصلي، عدد 16: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه. فين الحب؟ مش خارجي، الحب أمر داخلي، أمر باطني في الأول، في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. لما يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، أنتم متأصلون ومتأسسون في إيه؟ في المحبة. إيه اللي هيجيب المحبة دي إلى قلوبكم عشان تعيشوا بيها، تتأصلوا وتتأسسوا فيها؟ المسيح اللي عايش فيكم يحل بالإيمان فين؟ في قلوبكم، جوه أعماقكم، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. ما هو كل ملء الله؟ كل ملء الله في المسيح يسوع، في حب الله الظاهر في المسيح. المنسوب فاضي 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 فاضي، عايز يملى ويملى 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 إلى أن أصل إلى كل ملء الله. كل ملء الله أن أدرك أن الله حب. الله حب، معلش معلش، احنا لسه بنقول الله حب. انت عندك الحب بمقاييسك انت، لما تجيب كلمة حب على طول يترجم جوه دماغك باللي انت فاهمه عن الحب، باللي اختبرته عن الحب. لكن اللي انا عايز انقله لك، الحب اللي جاي من فوق، الحب اللي ظاهر في المسيح يسوع، الحب اللي هو في الله نفسه، كل ما هو متدفق فيه. كلمة الله بتقول عنه في سفر العبرانيين انه إلهنا نار آكلة، consuming fire، نار لا تهدى ولا تنطفي. عايز اقول لك انه الحب اللي موجود في الله زي النار اللي لا تهدى ولا تنطفي ابدا، حبه متدفق على الدوام. أنا عندي عقد، أنا عندي مشاكل، أنا عندي الحب مصلحة، عشان كده لأن الحب مصلحة بالنسبة لي، أنا محتاج علشان أحب وتحب يكون في مصلحة. ولو حد حبني في غلطي، في سوئي، في وجعي، في انحرافي، أبقى مستغرب هو بيحبني ليه. وعندي حاجة تاني بقولها، إني ما استاهلش الحب. ما انتش فاهم يعني حب. الحب مش مستني انك تستاهل ولا ما تستاهلش. الحب ده نبع متدفق على الدوام. كنت موجود عند هذا التدفق، هيطرطش عليك وهيملاك ويغني حياتك ايا كان. كنت لابس بدلة ومأمع وضارب بارفان، ولا كنت جاي في الطين، ما فيش حاجة هتأثر في النهر وفي المطر انه يجي على حياتك. هيفضل زي ما هو. ليه؟ لان ده نبعه المتدفق منه، الحب المتواصل اللي موجود في داخل قلبه. دي الدعوة اللي لينا، اننا نفهم في التصميم الاصلي ان ربنا
عايز يوصلنا إلى كل ملؤه، اللي منه المصدر، اللي منه الحياة، اللي منه كل شيء. عايز أقول لك على شيء اليوم. الله في حبه عمل إيه؟ فقال إلهيم، إلهيم بالجمع، قال إلهيم لنصنع الإنسان على صورتنا على شبهنا. إيه الصورة والشبه اللي انت هتصنعه عليه؟ زي ما احنا، انت ابن محبتي، هؤلاء ايضا يكونوا اولاد محبتنا، يعيشوا يختبروا هذا الحب اللي موجود فيا وفيك. ده السبب اللي علشانه انا وانت اتخلقنا، ان احنا نمارس هذا الحب في حياتنا. الله يديني ويدي لك النهارده نفهم ان دماغنا متبرمجة على الحب. تاني، دماغك وانت مولود، الله لما خلقني وخلقك متبرمج على الحب. القوة الدفعة اللي بتدي لك دوافع تعمل كل حاجة في الحياة حسب خليقة الله اللي وضعها فيا وفيك، لا الخوف ولا القهر ولا الألم ولا الوجع ولا الاهتزاز ولا أي دوافع أنانية. الشيء الوحيد اللي ربنا مصممه جوايا وجواك هنا حب الله اللي موجود فيا وفيك. لما يكون حب الله موجود فيا وفيك، الخير مليني ومليك لنصنع أعمال الله في حياتنا. هو ده الحب. والحب ده لما يكون موجود جوايا وجواك مع أمان. ليه؟ لأن المحبة الكاملة ملوش مكان. أنا محبوب، أنا مقبول، أنا في حد بيرعاني بهذا الشكل، في حد بيحبني بهذا الشكل، عندي إله ساكن فيا، وكل ما أديله مساحة نبع الحب اللي موجود في حياتي ممكن يكبر ويتدفق أكتر وأكتر وأكتر. منطق الحب الإلهي نمرة واحد، إن الحب هو الله نفسه. نمرة اتنين، الحب عند الله تفضل واختيار. قول معايا كده، إيه؟ تفضل واختيار. هو ربنا عايز مننا ايه؟ الاب عايز مننا ايه؟ نقص حب؟ حد يجاوب خلقني كده هو نقص حب؟ يعني محتاج ممكن نخلق شيء ناس عشان يحبوني، عشان انا يعظموني يباركوني، عشان انا عندي عقد نفسيه محتاج حاجه ده كده يحسسني بنفسي انا مين؟ حبي ليك تفضل، حبي ليك اختيار. اختيار بمعنى ان انا اخترت اني اصنعك على صورتي واحبك. بس انا انحرفت، انا ضربت، انا شتيت، مفيش حاجة هتخليني اغير طبيعتي ان انا حب. لما تعمل ايه؟ تصدق لما تجيب فلسفات الدنيا واخرها، لما تقلب كل حاجه، لا نستطيع ان نغير الله، لا نستطيع ان نغيره. ولاننا لا نستطيع ان نغيره، ده السكيب اللي موجود في قلبه في عطاء مستمر انه يحبنا. حبه تفضل منه لينا، يعني سكيب نعمه، لو اللي بيكتب يكتبها، يعني سكيب نعمة فعطاء مستمر لا يتوقف. سأقول معايا كده، سكيب نعمة فعطاء مستمر لا يتوقف. ده قلبه، دي طبيعته اللي موجودة فيه. الابن بيقول كل ما هو للآب هو لي، كل اللي عند الآب ده بتاعي أنا. لو تروح للوقا 15، المثل بتاع الابن الضال والاخ الكبير زعلان، مش ابنك ده اللي راح بدد معيشتك مع الزواني والخطاه واللي عمل وعمل وعمل، وانت ما ذبحتليش حتى خروف، انت ما عملتليش مش عارف ايه. يا ابني، اخاك هذا كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش، لكن انا وانت كل ما هو لي هو لك. محتاج يجي 55 سنة عشان أفهم يعني إيه حب الله بيقول لي فيها كل اللي عندي ليك.
عادة احنا بنقول كل اللي عندي ليك على طول دماغنا متبرمجة على الأمور المادية. ايوه اديني بقى واديني واديني وغير لي واعمل لي وسوي لي اللي هو الذات. الحب في المحبوب مش ان انا بعمل اللي انا عايزه، انا بعمل اللي شايفه الحبيب اللي بيحبني شكله ايه. هو ده مقدار الحب اللي موجود في داخل قلبه. سبب خلقه لينا ان احنا على صورته، ان احنا كشبهه بنتمتع ونعيش في معنى وقدرة هذا الحب. حب الله فضل واختيار، لان حب الله على الدوام مبادر. مبادر تقول كلمة الله في هوشع 14:4 أحبهم فضلا. أحبهم إيه؟ فضلا. محدش أنا بحبك هو ده الحب، هو ده الحب، هو ده هو ده الحب. مش عشان حضرتك ولا حضرتك تستاهل. الحب فضل، الحب اختيار، الحب قرار، والقرار فيه انت بتختار انك هتحب. هتحب ما انتش مستني من الاخر انه يعمل لك حاجة. هتحب يعني التدفق اللي موجود جواك من كل ما فيك من خير وعطاء هيروح لهذا المختار اللي ربما لا يستاهل ولا يستحق هذا الحب. هللويا. أفسس 1:3-4 في آيات حافظينها نرجع نشوفها تاني بإعلان مختلف. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه. إمتى عشان بس تدرك اختارنا فيه إمتى؟ قبل تأسيس العالم، علشان نكون قديسين وبلا لوم قدامه. أنا هكون قديس وبلا لوم فين؟ في الأتموسفير بتاع الله، في جنة عدن الله، في حضوره مع الإنسان. إني واقف بلا لوم، إني واقف بلا شكاية، إني واقف في غمر هذه الحياة الخارجة من الله اللي مليانة بالحب. ده مش النهاردة، ده من قبل. ما في بشر، ما في مخلوق على الأرض إلا وهو مختار سابقا في المسيح يسوع لأجل هذا الغرض، إنه يكون الله ما خلقش ناس للجحيم وناس ما عملش كده. مش ده إلهنا، مش ده الكذب اللي بيعلن في أماكن كتيرة جدا. إلهنا المتدفق بالحب في ذهنه وفي قلبه لما خلق كل إنسان وكل بشر، لأنه شاف في المحبوب يسوع إنه عايز يعمل عيلة ويخرج من هذا الابن المبارك أبناء كثيرين على نفس الصورة، على نفس الشبه، لنكون مشابهين صورة ابنه، ابن محبته. اختارنا فيها قبل تأسيس العالم. ليه؟ لأن ده حبه، ده حب المتدفق جوايا وجواك. نرجع للنص اللي احنا قريناه في تثنية 7، تقول كلمة الله لأنك أنت شعب مقدس ليهوى إلهك، قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكتر، عشان يحس بالعزوة كده إنه بقى عنده شعب أكبر عدد من الناس. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب، التصق يهوى بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل اختاركم ليه؟ من محبة يهوى إياكم. من محبة يهوى إياكم. كان شايف قداستكم، كان شايف روعة جمالكم، كان شايف قد إيه أنتوا قلوبكم غليظة، كان شايف قد إيه عيناتكم، كان شايف قد إيه سريعاً تنقلبوا عليه، كان شايف قد إيه أنه بسهولة تروحوا تعبدوا أصنام، كان شايف قد إيه أنه النبي بتاعك واقف قدام الرب يتشفع لأجلكم، يلمس من الله الوصايا والعهد اللي هيصنعوا معاكم، وأنتوا في ذات الوقت كنتوا بتصنعوا عجل ذهبي علشان تعبدوه. حب الله ملوش دعوة أنتوا كنتوا بتعملوا إيه. حب الله إنه هو اختار، هو اختار. محتاجة نعمة، صدقني محتاجة نعمة، محتاجة نعمة إني أفهم ليه إيه اللي جبرك، إيه اللي جاب. أنا لو مكانك كنت، أنا لو مكانك
انت لو مكاني ده والرب بيقول هيبقى ليك القلب اللي مش عندك ده، هتشوف بعين مختلفة ايه ان ده ودي الضيعين والهلكين والخطاة واللي بيعملوا وبيسووا طالعين مني. انا خلقتهم لمحبتي، انا خلقتهم عشان ازرع واغرس فيهم هذا الحب اللي موجود فيا. يوحنا 15:15 تقول كلمة الله: لا ادعوكم اسميكم بعد عبيدا بل سميتكم أحباء. عدد 17 يقول أحباء، خد بالك من كلمة حب واختيار. عدد 17: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم كي تذهبوا وتأتي بثمر ويدوم ثمركم. مختار مين أنت؟ اللي معاهم دكتوراه، الفلاسفة اللي واقفين يعملوا ولا حاجة؟ اخترت شوية صيادين، اخترت الجهال، اخترت الضعفاء، اخترت المصدرة وغير الموجود. ده اختياري. ليه ده اختيارك؟ لأن الحب بالنسبة لي تفضل، لأن الحب بالنسبة لي فيض من النعمة أنا بديها. أغمرني النهاردة، عمدني، اغسلني، حطني مرة واثنين وألف، اغرسني في هذا النهر أتغسل وأفهم يعني إيه حبك اختيار، يعني إيه حبك تفضل، يعني إيه حبك تدفق للنعمة بتتدفق به على الآخرين. كلوسي 3:12 تقول كلمة الله: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. مختار، محبوب، محبوب لأنك مختار. رمية 11:28 يحكي عن شعب الله ويقول: من جهة الاختيار فهم أحباء. تسالونيك الأولى 1:4: عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. ارفع ايدك معايا كده، قول له: اشكرك لاجل الاختيار، اشكرك لاجل الاختيار. مع كل يوم جديد، مع كل صباح جديد، مع كل وقت انا بصحى فيه ولا بنام فيها، نفسي اذكر نفسي وانا واقف قدام المرايه واقول لله: اشكرك لانك ابدعت، اشكرك لانك صنعت، اشكرك لانك انت اللي خلقت، اشكرك لانك حطيت فيا هذه الطاقه اني اقدر احب وأقدر أستلم حبك عشان أعرف أعيش بيه في العالم اللي أنا بحيا فيه. يا رب مش محتاج تعمل حاجة عشان تستحق حب الله. ميل على حد جنبك الله يخليك وقول له: أنت محبوب بكفاية، من غير ولا إيه. محبوب، أنت محبوب، أنت محبوب. بيحبني ليه؟ بيحبني ليه؟ ما أنا يا أخوانا ارحمونا، أنا متربي من الصغر، من الصغر لو عملت دي حديلك، لو ما عملتش حديلك برضه. ففهمت أن الحب لازم أعمل حاجة عشان أستهله، لازم أعمل حاجة عشان أخده. كبرنا وعرفنا حتى في علاقتنا الحميمة والقريبة تعمل اللي أنا عايزه، تاخد اللي أنت طلبه. ده مش حب، ده تبادل منفعة. الحب أنا بدي نفسي بلا تحفظ للي أحبه. ليه؟ لأن الحب اختيار، الحب اختيار. ميل على حد جنبك، ميل على نفسك وقول: الحب اختيار. فضل نعمة الله لي وليك انه عايز يديلك نفسه وكل شيء عنده. اشكرك لاجل حبك، لان ده فضل واختيار، ملوش دعوه ان كنت تستاهل ولا ما تستاهلش. مفيش حاجه هتغيره، مفيش حاجه هتغيره، لان مفيش حاجه هتغيره. اسمعني، هل الله ينفع يكون النهارده حب وبعد الظهر ياخد اجازه من الحب؟ حد رد عليا وقال لي: حسب، حسب ما أنا شايف إيه. هو ما بيتغيرش، هو ثابت على الدوام، ولأنه ثابت على الدوام العين اللي بيشوفني بيها والقلب اللي بيشوفني بيه مليان حب على طول. طب ده أنا واقع، ده أنا كسرت قلبه، ده أنا أحزنته، بيبكي معايا، بيبكي عليا ومادد الإيد علشان يرفعني ويطلعني من اللي أنا فيه. حد يقول لي هللويا. لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم اللي محتاج دينونة ومحتاج يتولع فيه بنار. الله أرسل ابنه إلى العالم ليخلص العالم.
يخلصهم من الكراهية، يخلصهم من الشرير القاسي اللي كاره نفسه، عارف انه مرفوض ومطرود من محضر الله مرة وإلى الأبد. مش ده ميراثي وميراثك، مش ده ميراثي وميراثك، ميراثنا اللي احنا لينا. الرب بيقول محبة أبدية أحببتك، ولأني حبيتك محبة أبدية من أجل ذلك رحمتي دايما كل ليك على الدوام، رحمتي مستمرة على الدوام. يوحنا 13 واحد تقول كلمة الله عن الرب يسوع: إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم بما فيهم يهوذا. عندك شك في كده؟ عندك شك في ده؟ الله ما تغير. انت اخترت الهلاك، انا مديت لك ايدي، انا اخترتك تكون من تلاميذي، انا اخترتك انك تشرب من الروح ده، انا اخترتك انك تقرب او من اقرب الناس اللي ليهم اعلان الاب اللي موجود فيا، انا اخترتك وخليتك تصنع ايات وعجائب زي ما الباقيين صنعوا، انا اخترتك انك تكون امين على جيبي اني ادي لك الصندوق وفلوسي وفلوس الناس اللي حواليا. الى هذا المقدار انا حبيتك واخترتك ووثقت فيك. انت اخترت طريق تاني من كمال المحبة، اني لا اقيدك ولا اقرر ليك ماذا تفعل. سمعني ولا مش سمعني؟ الحب الحقيقي اني ليك حرية الارادة تفعل ما تريد، لكن انا هفضل زي ما انا، حبي الى الابد لا بيتغير ولا بينتهي. مبارك شخصك يا رب. حب الله حب ملتزم، حب ان هو يعطي نفسه، ده الغرض من وجودي ووجودك، نختبر مقدار عظمته. إن كنتم تحبون الذين أي فضل لكم، ما العشرين والخطاة أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي، كونوا كاملين في الأساس، أبناء أبيكم الذي في السماوات. ليه؟ لأنه يمطر على الأشرار وعلى الأبرار، يشرق شمسه على الصالحين وعلى الطالحين. ليه؟ لأن المصدر ده ما بيتغيرش، ما بيتغير. خليك زي بابا في نفس المصدر، المصدر ده ما بيتغيرش. بس أنا بتجرح، بس أنا بتألم، بس أنا أخذ. كل ما تاخد مني، كل ما تتعمق فيا، كل ما تتأسس فيا، كل ما تسمح لي بمساحة في حياتك أكتر، هتعرف تحب بنفس الحب اللي أنا بقدر أحب بيه. هللويا. أنت مختار، انت مختار، وده فضل من عند الله، من اب بيحب وابن بيحب وروح مكتوب عنه انه هو روح المحبه. رومية 8:33: من سيشتكي على مختاري الله؟ حلوين مختاري الله دول، صح؟ جمال؟ لا لا لا، ده كلهم في السجن، عشان كده كانوا مستحقين لحد يطلعهم براءه، والمسيح دفع الثمن عشان يطلعهم براءه. ولا واحد فيهم يستاهل هذه البراءه، لكن لانهم قبلوا عمل المسيح استاهلوا هذه البراءه. الله هو الذي يبرر. نفسي تعمل حاجه النهارده، قل للشرير موت بغيظك، موت بغيظك. الاب نفسه بيحبني واختارني، ولسه فضل نعمته ورحمته متاح ليا في كل وقت. ده الرجاء اللي ليا في شخص الاب اللي اعطاني في ابنه كل الحب للأبد. هللويا. الحاجة الثالثة والأخيرة، منطق الحب الإلهي مش بس أن الله نفسه، مش بس أنه فضل واختيار عشان أديلك. الحاجة الثالثة، منطق الحب الإلهي فعل وإظهار، فعل وإظهار. الحب بمفهومنا أغنية، حاجة عايز أوصل بيها إلى شيء يشبعني، أنا السنتر، أنا المركز في الأمر ده. حب الله مش مستني مني حاجة، حب الله ماله؟ مش مستني مني حاجة. تصدق حتى لما يقول تحب الرب إلهك، ده عشان فايدتي وفايدتك، هنبقى نتكلم فيها بعدين، ده عشاني وعشانك، عشان هذا التدفق النابع منه ومنك في هذا التبادل يغسل حياتي وحياتك ويحولك أكثر إلى ملء كل الله اللي بتيه تعيش أهداف الله في حياتك، في وجودك هنا على الأرض.
رغم التصميم الإلهي إن ربنا اخترنا إنه فاض علينا، لكن إحنا طلعنا من دائرة الحب. وأول ما طلعنا من دائرة الحب، أول رد فعل بعد ما آدم وحواء أكلوا إيه أول رد فعل؟ اختبأوا. يعني اختبأوا؟ لن أعد مقبولا أمام وجه الله. واو، الحب اتقفل، في حاجة اتمنعت هنا، أنا مش وصلني هذا الحب، أنا حاسس بكراهية، أنا حاسس أن ربنا حيرفضني لأن أنا كسرت، لأني أنا عريان. وأول ما ابتدى العري والاختباء بعيد عن وجه الله، يجي الله ويسأل عملت كده ليه؟ كل واحد يشاور على الآخر. ليه؟ بقى فيه مش حب الذات، الخوف على النفس. ليه؟ لأن نقصان حب الله ابتدى يكون في حياة الإنسان. ده طلعنا من دائرة الحب، لكن لسه الحب موجود. طلعني من دائرة الحب، لكن لسه الحب ماله؟ لسه الحب موجود، لأنه هو الله ومستمر. الدفاع عن النفس، الحب المريض اللي مليان بالخوف، اللي بيسيطر على نفسه أو اللي في دائرة نفسه بس، ده مش الحب، ده الخوف اللي موجود جوانا. يوحنا الأولى 3:4 تقول كلمة الله: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. كلمة التعدي جاي منها كلمة عداوة، والعداوة عكس الخطية، أخدتني للعداوة، والعداوة يعني التعدي، وأجرة الخطية هي موت. إنه نبع الحب اللي كان واصل ليا اتقطع من ناحيتي، اتقطع من ناحيتي، أنا خدت قرار إنه اتقطع من ناحيتي. فعل الحب عند الله إنه ظهر في عمل الله الآب في المسيح يسوع. نرجع مرة تاني ليوحنا الأولى 4 اللي كنا بنقراها من شوية، نرجع لها مرة تاني، ربنا ينور عينينا. عدد 8: من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله هو الحب. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله أظهرت بقى، ظهرت، طلعت إزاي، اكتشفناها، عرفناها، شفناها، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وعمل إيه؟ وأرسل ابنه. أظهر حبه إزاي؟ كفارة لخطانا. اللي قطعك واللي منعك واللي حجبك من أنك تعيش في نبع الحب المستمر، راجع مرة تاني، في حد حيدفع هذا التمن، هو ابن محبتي، عشان أردك مرة تاني إلي للحب الكامل اللي أنا حبيتك به. بولس الرسول بيقول في روميا 8: بارك شخصك. رومية 5، أنا آسف، رومية 5 عدد 6 و8، تقول كلمة الله: من عدد 5: والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله ملها قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ده عطاء، ده تفضل، هو اللي ادانا، لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل أحسن ناس، لأجل أجمل ناس، لأجل الناس اللي تستاهل، لأجل الناس المختارين الحلوين، علشان برهم وعشان قداستهم. مات عشان مين حضرتك؟ إن المسيح قد جاء ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. جه عشان الفجار، جه عشان الفجار، جه عشان الخطاة، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. أنا موت عشان حد كويس، بل ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بيّن محبته لنا، ونحن بعد خطاها مات المسيح لأجلنا. حد يقول لي هللويا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون
نخلص بحياته. ليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. بين لي محبته إزاي، مش كلام، حبه كان فعل، والفعل أنا هاخد مكانك، الفعل أن أنا أضع نفسي عنك، الفعل أني أنا أموت وانت تعيش وتحيا. مش تعيش وتحيا تكمل البقية هنا على الأرض، تعيش وتحيا وتجيب عيال وتتبسط وتروح رحلات وتشتغل تعيش وتحيا أن يكون ليك حياة أبدية، أنك تظل في هذا الحب تختبره إلى الأبد. هو ده اللي بيدهوني الله الآب في شخص يسوع المسيح اللي أظهر حبه لينا. يوحنا 15-13 يقول الرب يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. بسبب نقصان الحب في حياتنا، إحنا مش مصدقين ربنا تعامل مع خطايانا مرة وإلى الأبد. مع كل مرة بنخطئ فيها كأن الحدوتة رجعت من أول وجديد. أنا افتديتك، دفعت ثمن خطاياك مرة وإلى الأبد، بس أنا لسه عايش وأخطي. ثمن خطيات مدفوعة لو جيت واعترفت. أيها الأولاد، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، لكن إن أخطأ أحد، وده احتمال قائم وكبير وموجود وحيحصل وحيتكرر لأننا لسه عايشين في هذا الفاسد، في هذا الجسد ده، إن أخطأ أحد لنا شفيع عند الله يسوع المسيح البار، الذي هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، مش إحنا المختارين الأولاد المولودين، الله لخطايا كل العالم أيضا. اتحلت مشكلة خطاياي، مالها؟ اتحلت مرة. في كل مرة هغلط، في كل مرة هكسر كلمتك، في كل مرة هطفي روحك، في كل مرة عندك هجيلك. ليه؟ لأن أنا مقدر الحب اللي عندك، ومقدر التمن اللي انت دفعته فيا، ومقدر إن اعترفت بخطاياي. أنت أمين وعادل، هتغفر لي خطاياي وتطهرني من كل اسم. هاليلويا هاليلويا. اوعى الشرير يضحك عليك، اوعى الشرير يسحبك لتحت، اوعى يحسسك بسبب انك مش قادر انك تعيش حياة مقدسة انك تفضل في الوحل باقي عمرك. يجدد الرب النهاردة ايمانك وتعرف ان حبه هو فضل وحيفضل فضل امتى هيجي في يوم من الايام ما انا مش محتاج للنعمة ولا الفضل؟ طول ما انا تعبان وخاطي وعيان وفاجر وعايشها هنا. مش بقول لك كده عشان نعيش حياة مستبيحة، لا، انا بقول لك كده عشان تفوق وتصحى ان الشرير اللي عايز يملكك ويأثر عليك بالخزي، بالعار، بالفشل، باحساس الذنب اللي عالجه المسيح وشاله على الصليب، النهاردة ليك حاجة مختلفة، النهاردة ليك عطية مختلفة، النهاردة ليك نعمة مختلفة من ايد الاب اللي ادهالك في المسيح يسوع اللي غطى خطاياي وخطاياك. غلط يا 21 مع المسيح. هلو، حضرتك اللي بتكلمه ده مصلوب. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح، لسه محتاجة برضو وقت طويل، يحيا فيا. الله أرسل ابنه للعالم لكي نحيا به، يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله، مش إيماني أنا. لو إيماني أنا هتشوف بقى المناظر اللي احنا شايفينها دي، اللي احنا عايشينها، والعقد اللي احنا مكملين بيها في الحياة. إيمان ابن الله الذي أحبني، إزاي؟ أسلم نفسه لأجله. كم واحد مصدق أن المسيح مات علشانه؟ كم واحد مصدق أن المسيح حط نفسه مكانه؟ ليه مش مصدق أنه حاطط نفسه مكانك النهاردة؟ في ظروفي، في قلبي، في تجربتي، في محنتي، في شهوتي، في كل حاجة فيا، حاطط نفسه مكاني، بيقولك اديني فرصة أشيل الحمل ده من على كتافك، اديني الفرصة أني أطلقك حرة وأردك أكتر وأكتر للصورة اللي الآب عايزها فيه. أفسس 5:2 تقول كلمة الله: كما أحبنا المسيح وعمله وأسلم نفسه لأجلنا.
منطق الحب الإلهي، ربنا مش عايز يدي لك عطايا، ربنا عايز يدي لك نفسه. تستاهل زغروتة صدقيني يا أختي اللي قاعدة هناك، زغرتي زغرتي ولا يهمك. ربنا مش عايز يديني شوية عطايا، عايز يدي لك كل حاجة، عايز يدي لك نفسه. أنا ببارك اسمك يا رب، ياخد مكانك، ياخد مكاني، ياخد مرضي، ياخد موتي، ياخد فشلي، ياخد لعنتي، ياخد كل حاجة فيا. رمية 8:32 هختم بهذا الآية، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. عارف يعني ايه بذل ابنه عن نبيل عطلة؟ الله شايفني من غلاوة يسوع المسيح القدوس البار. واو واو، وانا عايش حياتي كل شوية اقول له لا انت غلطان، لا انت غلطان، لا انت غلطان، لا انت مش فاهم، انت مش فاهم كويس قوي، اصل يسوع ده يتحب، اصل يسوع ده بار، لكن انا معفن، انا بعمل، انا بسوي، انا قبيح، انا مش حلو، انا فيا، انا صفتي، انا نعتي. وهو يقول من الناحية التانية، انا خلقتك على صورتي وبحبك، فضلا اقبل حبي من فضلك، اقبل حبي عشان حبي يغيرك، حبي يبدلك، حبي يصنع فيك حاجة مختلفة بيها تعيش حر، تعرف تحب نفسك من الطريقة اللي انا بحبك بيها، عشان تعرف تحب الاخرين من حواليك. مبارك شخصك يا رب. ثلاث حاجات اقولهم لك قبل ما اخلص. نمرة واحد، احنا محتاجين روح الحكمة والاعلان في معرفته، محتاجين استنارة، محتاج أفهم يعني إيه إن الحب هو الله نفسه. أنا عايز مزيد من الحب، عايز مزيد من الحب، أنا عايز مزيد من شخص الله يكون موجود في حياتي. شيء تاني، هيفضل حبه فضل واختيار ونعمة في المسيح يسوع، مش محتاج تعمل حاجة علشان تستاهل هذا الحب. كل ما عليك تعمله إنك تقبل وتآمن. حاجة التالتة والأخيرة، اتأكد إنه أبوك في حبه لسه بيحط نفسه مكانك في كل موقف، في كل حيرتك، حتى لو كنت وحيد بالنسبة لكل الناس ولنفسك أنت وحيد، بالنسبة له هو هتفضل شغله الشاغل على الدوام، لأنه حبك للمنتهى. وللأسف أو للبركة، مش هيقدر يرجع عن حبه ده في يوم من الأيام، هيفضل يحب إلى المنتهى. إيه اللي يجيبني ليك؟ إيه اللي يرجعني إليك؟ إيه اللي يخليني أجي عندك في كل وقت؟ إن اختبرت لمحة من محبتك وقبولك ليا، وأنا في خطيتي وأنا في إثمي وأنا في عاري. الاسطوانة اللي حاططها لك الشرير وشغال 24 ساعة، اللي يظهر فيها خطاياك واسمك وإن ربنا ما بيحبكش وإن ربنا قدوس وإن ربنا مش أجلى، أرجوك حط اسطوانة تانية تعلى على صوت الشرير وهي بتقول حبني إلى المنتهى، حبني لأنه هو الحب نفسه، حبني لأن ده فضل واختيار من عنده، حبني وأنا في قاع الخطية والمر، لأن دي محبته الكاملة واللي هتفضل كاملة إلى المنتهى. ده منطق الحب الإلهي. يشفيك الرب النهاردة ويشفينا. هات قلبك معايا وإحنا مصلين، هات قلبك معايا. مبارك شخصك يا رب، مبارك شخصك، مبارك شخصك. هاللويا 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 يا رب. أنا بجي لك النهاردة من كل قلبي مع كل حد بيشوف، مع كل حد بيسمع. يا رب بصلي في اسمك لأجل روح الإعلان يجي يملانا في هذه الساعة. روح الإعلان يجي النهاردة يا رب، ينور دواخلنا من داخل بسبب القبضة السودة بتاعة الكراهية وحب النفس الخايف المهتز المرعوب الآن. أنا بصلي في اسمك النهاردة، شكرا لأن حبك نقي، لأن حبك كامل، شكرا أنك أنت الحب ما تعرفش تغير نفسك، هتفضل حب على الدوام يا رب. وأنا بشكرك لأنه في الحب اديتنا حرية، اديتنا نختار، وفي اختيارك لينا اخترتنا وإحنا في الخطية وإحنا في الهلاك وإحنا في الوحل وإحنا في العار، ولسه لغاية النهاردة مستعدة تنظفنا، مستعدة تنقينا، مستعدة تخلصنا بسبب دم الحمل المدفوع علشاننا والحب اللي أظهرته لينا في المسيح يسوع. يا رب أنا بصلي في اسمك النهاردة، تعال يا رب كمل واشفي فينا تشوه ونقصان الحب في حياتنا يا رب. ارحمنا، ارحمنا وارحم العالم حوالينا، ارحمنا وارحم عيالنا اللي احنا لسه بنربيهم بنفس الحب العيان التعبان الخايف المهزوز الناقص واللي مش فاهم.
تعالى اعمل حاجة جديدة يا رب. تعالى احنا محتاجين الى معجزة حب جديدة جوه حياتنا يا رب. محتاجين الى عمل جديد تعمله جوه قلوبنا علشان بيه نتخلص من روح الكراهية والمرار والرفض اللي ماسك قلوبنا ونفوسنا يا رب. تعالى شفينا، خدنا اليك، امسك بينا، عايزين المزيد من شخصك يا رب. انا بصلي من كل قلبي، محتاجين يا رب، محتاجين. قل للرب معايا، انا محتاجك انت يا رب، وانت كفاية عليا. انا عايزك انت، مش حبك ليكون صفة ولا حبك ليكون فعل، انا عايزك انت، انت الحب بالنسبة لي يا رب. عايز اوصل يوم بعد يوم في مشوار يوصلني الى ملئك، ملئ حبك اللي انت حبيتني بيه في المسيح يا سيد. تعال النهاردة يا رب، اشفي من الداخل يا سيد الرب، اطلق في حرية. تعال النهاردة علمني وفهمني يعني لسه بتحط نفسك مكاني عشان تنقذني، عشان ترعاني، عشان تدافع عني، عشان تحميني، عشان تدفع أجرة الخطية اللي انت دفعتها مرة وإلى الأبد يا رب. أنا ببارك اسمك النهاردة يا رب، ساعدني النهاردة تكون انت أغنيتي وكلماتي لغاية ما اختبر أكتر وأكتر يعني انت حياتي اللي أنا بعيش بيها في اسم يسوع. هاللويا. انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، هفضل عمري الجاي احكي. انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، هفضل عمري الجاي احكي. انت منايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، لذة عمري وعمري دفي. انت غنايا سر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، لذة عمري وعمري دفي. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الأنغام حبك يا يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الأنغام حبك، نغم الأنغام حبك يا يسوع. رحلة حب تاخدني إليه وفي رحالي شاخص لي، عطش روحي، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن فيه. رحلة حب تاخدني إليه وفي رحالي شاخص لي، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن فيه. انسى مكاني وانسى زماني، انسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته يملا كياني، ده اللحن اللي أنا عايش فيه. أنسى مكاني وأنسى زماني وأنسى الكل وأفكر فيه، وأسمع صوته بيملى كياني، ده اللحن اللي أنا عايش فيه. لحن الألحان، لحن الألحان اسمك الغالي، اسمك يا يسوع، نغم الأنغام حبك.
اسمك يا يسوع نغمي الأنغام حبك يا يسوع. رحلة حبك لينا تاخدنا إليك يا رب. ساعدني أفضل في المركب، ساعدني أمسك بيك وإنت توصلني للحب الكامل يوم بعد يوم في اسم يسوع.